وتأكد كل شيء، أنت ماشي في الطابع، أريد كل شيء، هل يمين خلايا؟ كان انتباهي ما كاينش لازم هذا الغالي بدا يتهرب من هذا وفتحوا القوى القلب، قوى القلب وباش تجي لنا عينه استمرار تكون واحد اشكاليه في مجلس الصالح، يعني الناس على الشارع كان تيقول لك بان هنالك، لان باش عارف بان هذاك الشيء كله كذوب، علاش؟ لانه بوحده واخدين 180 مليون سامحهم الله قبل الانتخابات كان بالشرط قرأتنا 102 مليون شراء أدوية المرضى السكري. الشركات عقبة للضربات مشات فلوس أخذها المجلس ما جابش الدواء. ما جابش الدواء، ما كاينش. وصدق أمركم اليوم السيد الرئيس بما أنكم بلغتكم 500 مليون 500 ألف درهم ربما في شراء الأدوية ولا السكري. حنا بغينا نعرفوا مصير تاع 102 مليون. هل فعلا المجلس الصالح قام بتأدية مستحقات هذه الأدوية ولم تجلب أو لم يتم تأدية تلك المستحقات وما جاش الأدوية، لأنه كل الشارع والرأي العام تعرف بأن هذه 180 مليون مشات والدواء ما جاش. جواب تاعكم اليوم التساؤل تاعنا هو لماذا تم إلغاء تلك الصفقة من طرفكم تاع 180 مليون؟ إذا هذا الإلغاء تبرر بأنها ما تصرفاش، لأنه كيف كان كاين الوزراء معاهم راه تصرفات. هذا اللي بغينا نعرفو اليوم، علاش تم وهذا ما يحقنا سي درايف، علاش تم إلغاء 500 إلغاء الصفقة تاع 180 مليون إذا خلصت من الزائدين اللي كانت مراحل الأخرى تاعها. شكرا صوتي. بالنسبة للحصيلة كتقوم بها الجماعة الضابطة كل بعد ثلاث سنوات، وملي كتقدم الحصيلة كتكون فيها الحصيلة ديال المقاطعات. هذا باش كل الاخوان اخبارهم. بالنسبه للصفقه بفضل المكتب والمجلس، الصفقه اللي كانت دازت انتلغات وعاودنا نفس الصفقه عملاتها وربحنا اكثر من 15 مليون. ربحنا المقاطعه 15 مليون بنفس فورد وورد البري وربحنا الجماعه 15 مليون. لا ما عرفتش انت قعدتي على شرع تعامل ما شفناش السي بي اس. انا باش نعرف عطيني السي بي اس غنجاوبك، راك خسرتو عطيني السي بي اس غنقول لك خسرتو 75 مليون اذا كلشي عندك المعطيات. غادي ندوزو للتصويت الاخوان الموافقون على الميزانيه ديال 2024 حسب سكه الموافقون 17 الرافضون الميزانية لا أحد الممتنعون حسب أربعة. شكرا لذلك تكون صدقة على الميزانية. الآن الأخ نايف الأول بغا ياخذ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيد باشا ممثل سيد العامل، سيد الرئيس، سادة إخوان أعضاء المكتب، السادة والسيدات عضوات وأعضاء مجلس مقاطعة السبع، السادة الحضور، السادة رجال الإعلام، السادة الموظفين، كلهم بإسمه وبصفته. غير اليوم حنا انا ناخذ كلمات باسم فريق ديال الاصاله والمعاصره بمجلس مقاطعه عين السبع. كان عندنا واحد اجتماع مطول عشيه امس من اجل مناقشه ما جاء في النقاط المدرجه في جدول الاعمال الدور. قبل ما ندخل اسباب التصويت ديالنا في هذه الميزانيه على صعودنا بالإيجاب، أولا تنبارك السيد الباشا يعني قدومه إلى مقاطعة عين السبع. إذن أول حاجة قبل ما ندخل غير تحت القوس أن رؤساء الإيجاب الدور ديالهم يقتصر في تدبير وتسيير اللجنة، يعني خارج هذه ما كاينش عندهم شي دور آخر
المسؤولية تكون على المكسب المسلم في التدريب. أما السادة رؤساء اللجان أو النواب ديالهم فمسؤوليتهم تقتصر فقط على تسيير اللجنة فقط، يعني ما نحملوش مسؤولية لرؤساء اللجان. غير تجاوبا وتفاعلا مع الأخ الصوتي في المداخلة ديالو، راه ما كايناش معارضة في الأغلبية، الدستور كاين أغلبية وكاين معارضة، غير ربما تنحسوا مع احتراماتي مع الإخوان في المعارضة، هناك تقصير في المعارضة، ربما تنقول بدور ديال المعارضة من وسط الأغلبية، باش شوية نديروا داك التوازن اللي خصو يكون الديمقراطي والسياسي، نديروا داخل المجلس، ربما. اليوم احنا جزء لا يتجزأ من الأغلبية المسيرة للمجلس، نختلف مع الرأي في بعض المسائل، نتوافق بعض المسائل، وهذه الديمقراطية، ولكن احنا في إطار يعني مصلحة الساكنة التي في كل اعتبار ننخرط إيجابا في هذه المسائل. رانا الإخوان كان واحد الشاب والأخ البارح في اجتماع، وصل الأخ فؤاد والله يبدي بكيس سي فؤاد اللي تنحييه من المرمى، عنده غيرة كبيرة جدا على 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 عين السبع، والله غيرة كبيرة كبيرة جدا، نفتقدها في مجموعة من 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 المنتخبين على على صعيد المجلس أو على صعيد الترابط. والله اليوم بكل جرأة سياسية، هناك مرحلة دازت فيها ما يقال، احنا طالبنا الرئيس خرجنا في الفريق ديالنا، طالبنا باللجوء الى القضاء، لان احنا ما عندنا الصفه باش اننا نثبت او نفند او نكذب ما جاء في بعض المنابر الاعلاميه، ولكن نطالب باننا هناك اساءه للصوره تاع عين السبع مؤخرا، عين السبع فوق صفيح ساخن، ما اختلف فيها اثنان، كاين مشاكل، ولكن اليوم تنطالب ما تنتهم حتى شي واحد، ما وجهنا اتهام حتى شي واحد، ولكن تنطالبوا لاننا اعضاء في هذا المجلس ندبر مع السيد الرئيس، ولكن اليوم تنطالبوا اننا اليوم تكون عندنا الاحاد، تكون عندنا هذا، وخرجنا من الراي العام تنقولوا باننا احنا اللي فيها مصلحه الساكنه احنا معكم فيها، واللي ما فيهاش مصلحه الساكنه احنا غنقولوا التعبير ديالنا عليه وغنوقفوا عليه. كانت مرحله كان فيها بعض الاقصاء، كان فيها تهميش، هذا نعبروا عليه بكل شجاعه. اليوم تنفتحوا مرحله جديده من اجل الساكنه ديال عين السبع، لا لشيء الا مصلحه ساكنه عين السبع. والقاسم الداني يعي جيدا اننا ولا الاعضاء ديال الفريق ديال البوم ما عمرهم يداو تخطات في الفساد او دخلت في الفساد، لدرجه اننا راه حتى الحقوق ديالنا اللي عاطيها لنا الدستور وعاطيها لنا القانون ما خديناهاش، باش ما ناخذوش يعني حقنا اللي عاطيه لنا القانون، لا مازوط لا تعويضات على التمثيل لا تعويضات على التنقل، هذا وما خديناهمش. اذا اليوم حنا الهدف ديالنا هو اننا نقلبوا على المصلحه ديال الساكنين، حنا اليوم ما نزيدوش على هذا الشيء ونزيدوا على المنتخبين والمستشارين ولا ما نزيدوا على الساكنين، ولكن اليوم كلشي عارف ان هذا الفريق تقلب على مصلحة عين السبع، وأنها مشى في هاد الشكيلة أصلا من أجل التغيير، ومشى في هاد الشكيلة من أجل يعني تنمية عين السبع وتنمية حقيقية لعين السبع في الأغلبية أو في المعارضة. ولكن اليوم الله يجزيكم بخير، ما ردوش في الغربان، إن مشاكل تنطالبوا أنها تبدل، اليوم تنطالبوا أن الطريقة ديال صرف احنا سنين الميزانية ماشي مع الرئيس، احنا سنين الميزانية من أجل ساكنة عين السبع، لان اليوم بعض الناس يتسناو يستحقوا ان الميزانيه تتسنى للرئيس، الميزانيه تتسنى لعين السبع وساكنه عين السبع، لان هادو ميزانيه تحطات بتنسيق مع لي جيستيونير مع المدبرين ديال المصالح ورؤساء المصالح، وتحطات بكل يعني العياد، ولكن الصرف ديالها غيكون عندنا تعبير عليه اخر، غيكون تصرف اخر، غيكون ملاحظات اخرى لتصيب الرئيس، راه يعني قال لك حنا معكم ندبروها بطريقه وتشاركيه الى اخره. اذا الله يجزيكم بخير، اليوم راه التاريخ كل واحد حاسب ليه التاريخ ديالو ديال المجلس، والتاريخ ما تيعقلش، وكل واحد عنده بلاصته معلقه عليه، راه ماشيش اليوم نقدر ناخذ كلمه ونقدر نعبر، راه التاريخ يشهد، واي واحد فينا في القلوب ديالو عارف شكون اللي تيقدم على المصلحه ديال السبع وشكون اللي تيقدم على مصلحه خاصه الى اخره. فاليوم الله يجزيكم بخير، سويت ديالنا
كان من اجل يعني خلاصه كان مش من قوه لكم كان من اجل مصلحه حزب ولنا ان شاء الله خرجت اخرى في القريب العاجل من اجل ايضاحات اكثر في هذا الموضوع. السلام عليكم سيد الرئيس. سيد الرئيس دونك انا اسمي هذا عندي حق دونك اسمي بالوضع هذا شكرا سيد الرئيس سيد باشا مجلس المحلية السادة السيدات المجلس السادة وسيدات أطول مقاطعة النسبة السادة وسيدات رجال الإعلام أيها الحضور الكريم أنا وزير إحاطة المجلس علما أن هو في إطار احترام ديال القواعد الديمقراطية في جميع المجالس كتكون واحد الأغلبية اللي هي القانون كيحول لها النسبية وكتكون واحد الأقلية في المعارضة اللي كتعمل المعارضة البناءة أولى الأغلبية أو المعارضة راه عندهم حقوق نفس الحقوق اللي وجهت أنا أوجه رسالة الإخوان بغيت انا غير في هذا الاطار الشفافيه وفي اطار الصراحه بيناتنا ان اي عضو او عضوة تم اتصال بالرئيس او احد نواب الرئيس وفي اطار ما هو موجود في المقاطعه وما تمش استجابه انا عارف واش هنا كنمدوا يد المساعده للجميع ديال المستشارين باعتبار انهم هما ما كيمثلوش بوسهم كاين واحد الميثاق ديال الشرف اللي بينهم وبين الساكن ديال عسلا لان لا اغلبيه ولا معارضه حنا كنكبوا اتجاه واحد اتجاه ديال خدمه الصالح العام وهذا رمان. انا باقي كنتظر شي واحد من الاخوان اتصل الرئيس او احد نواب ديال الرئيس وما تم الاستجابه في اطار ما هو موجود يقولها لي انا غير اللي نبغي ناكد عليه في الملاحظة ديالنا كنرجع لواحد قاعدة قانونية راه معروفة قرينة البراءة أن المتهم بمعنى أن هاد الاتهامات كلها اللي موجهة توجهة الرئيس أنا كنقول الناس اللي وجهوا اتهام ما خصهمش يخرجوا المناظر الإعلامية كيفما كان مستوى ديال الشخص اللي تقدم بها اتهامات كاين أجهزة اللي هي مختصة فيها إذا كان الأمور عندها اختلاسات وعندها كتعلق بالابتزاز كاين المحاكم الجزرية هنا كاين المقررات فيها شي عيب من العيوب وما كانش كاين المحاكم الإدارية هذه هي المصادر اللي خصنا النظام كيتحيد من المجلس وأخويا النظام هو اللي خاص معانا سي الحاج ترجع ولا ونتمنى الله يستجيب دعائك انا نتمنى الله يستجيب دعائك هو الاهم اي واحد ما خصوش يبقى يهضر اي واحد عنده شي حاجه يمشي يتجه للقدر الا بغى يجي بغى يدير السياسه انا باش نربح شي نقدر داك الشيء ما بيناش اللي عنده شي حاجه وعنده شي ادب ما يبقاش خصو يتكلم في الفار وديك الاله نحيدوها احنا كنا بسطاء وجايين من اجل الخدمه اللي عنده شي حاجه انا كنقولها اللي عنده شي حاجه واتحداه ان في الرئيس او في النواب ديال الرئيس او في اي اتجاه الى القضاء والقضاء هو اللي عنده كلمه ديال فصل الدكتور شكرا السراكي بعد يعني صوتو بعد السراكي هي سيد الرئيس مدخله مدخلتي من الدكتور اسماعيل فرحي قلت احرار يمارسون المعارضه وهناك المعارضه من داخل المكتب من الدكتور اسماعيل فرحي ولكن باش يخرج
حزب الأقلية وتعالى هنا سير على المعارضة هادشي حنا مضربوش. إذا كنا ثلاثة مليون غادي يصلوا عارضة اليوم إذا هو من أجل وبالتوضيح علاش اليوم ما تنمارسوش المعارضة؟ لأن الإخوة اللي كانوا تيمارسوا المعارضة السابق لا حول ولا قوة لهم، لا ينتمون إلى المكتب المسير لا المادي.